مخمير كالعادة الوقايت نتاعو مالح وحلو. توت سويت مع الشيف سيرين. مخميسة. صباح النور شيف. صباح الورد والياسمين. سافا شنحوالك؟ لاباس عليكم، ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. امين. وطول العمل والكل. امين. قلت جماعة تعبين بعدك العصايد وشخنا عصايد يا صحر. حلل حل الفيسبوك، حل انستغرام، قال عصايد، قال عصيدة. فوالا هيا برا قلنا نبدلوا جو، نبعدوا شوية من التهم هذاك. اليوم مش نعمل كفتة أو باللحم وبالسكالوب، اليوم مش نعملها بالطن، راهي بنينة وخفيف، بلا خفيف يجي اكومبانيمون مثلا. طيب حاجة يجي مع صوص. اليوم مش نعملوا مع صوص طومات مع شوية فريت جرينة فلفل مقليين، كيس حي مقلي كفتة صغير. دونك اول حاجه باش ناخذ 3 كعبات كبار بطاطا، باش ننظفهم ونقشرهم ونحط نص مطهم شويه ملح وفلفل اكحل ونحطهم يتصمتوا على جنب. باش نقص شويه معدنوس وشويه بصل. قطعت الطن نتاعي وحليته هكا بالطن. خذيت شويه كبار، حطيت شويه فلفل بلعبيت، شويه ليمون. ومن بعد خذيت البطاطا نتاعي استقطرتها مليح مليح، ومن بعد حطيت لها شويه زبده دوبلاش وفوحتها تابل ملح فلفل اكحل فلفل احمر شويه كركم ونكته صغيره هكا ثوم تبننها. ودونك حطيتك ليزانغريديون الاخرين اللي حضرتهم كل اللي هما التن، البصل، المعدنوس، الفلفل بلعبيد الجيد، وشويه جبن بيان سور، ولميت كل شيء بالاصفر نتاع العظم وخليت الابيض نتاع العظم على جهه. نبدا نكون الكويرات نتاعي. حطيت الزيت يحمى تو باش ناخذوا الكعبات الكفته. بعد ما كوننا كويرات نحطهم في الابيض نتاع العظم وديريكت في المقله صحت ونقلبوهم منا ومنا لين يحمروا نخرجوهم. هوني حطيت عندي شويه طماطم معجونه، حطيت مغرفه صغيره، عندي كعبتين طماطم خضر قصيتهم، صار بصلة حطيتهم مع شوية زيت يتقلاو مليح مليح مليح، شوية تابر، شوية ثوم، فلفل أكحل، وحطيت شوية مغيرفة صغيرة زيت ما كان اللي قليت فيه الكفتة. باهي هوني الصوص نتاعنا طابت. قليت جرينات فلفل، عملت الفريت نتاعي بيان سور على جنب، ونزين الصحن نحط كعبات الكفتة، كعبات الفريت، الفلفل المقلي، وكعبات عظام مقليين في الوسط. هوني البلا خفيف نكملوا به حفيلو المنيو نتاع الصيفية. فوالا هذا 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 يتكل في الفصول الكل. في الفصول الكل والله بنينه على الاخر. وتنجموا اللي ما عندوش معدنوس يعوض بالسبناخ، يعوض بالصلصه اللي يحب. معناه نجم اللي بيحب يفرسيها بالجبن، يعمل كعبيرات وفي الوسط يحط الجبن ويرجع يسكر. حسيله باهي يخف لف بتعطيب. لا الديسير هوني سحر، باش نعمل ميني بسكوي. الميني بسكوي اللي ما يعرفوش هو يشبه للبشكوت الدياري نتاعنا طويل، اما بشيبتا صغير يتخدم هكاك سوفون صغيره. نكوني باش ناخذوا كيلو فرينه، 3 عظمات، 200 غرام زبده نذوبوهم، 200 غرام سكر يكون محور، 3 باكوات خميره وزوز باكوات فاني. اول حاجه باش نحل باش نركز العظمات نتاعي مع السكر مع 200 غرام زبده مليح مليح وزوز ساشيات فاني، نحلو منين يذوب السكر مليح مليح. ومن بعد ناخذ الفرينه نبدا نغربل فيها هي والخميره بشويه ونلم، باعتبار باش نعمل البشكوت الدياري. ونلموه لين تجينا العجينه، نخليوها ترتاح هكاك ربيع ساعه. باش ناخذوا البوش والدوي، ناخذوا دوي اكل مجرحه صح نختاروها، وناخذوا البوش دوي نتاعنا، نفرشوا الطبق نتاعنا بالبابي كويسون ونبداو نعملوا بلط هكا بالكعبه بالكعبه، دي بودان صغار هكا من البسكويت خيرات. مش كيما البشكوت الدياري بيان سور، كيما قلت انا من الاول تحط 200 درجه في الفور لمده نصيف ساعه، بين نص ساعه و 35 مينوت، وهوني يطيب البشكوت نتاعنا ريحته تصحصح كله زبده راهو بيور بير. وصحه ليكم الناس الكل وبالشفاء ليكم. يعطيك الصحه، شكرا لك شيف سيرين، كانت هذه تمخميختنا لليوم. مخميخه سينو احنا مازلنا متواصلين معاكم في موجة الصباح لروبريك متاعنا، زادا مازالوا متواصلين شوية آخر تكون حاضرة بحضينا مدربة الإرشاد النفسي مدام نجاح قنر. شنو باش نزيدوا نتعمقوا اليوم، شنو باش نحكي ونكتشفوا شوية آخر، أما توت سويت موسيقى.